السلام عليكم. إدارة ملف الأزمة من قبل الحكومة الشرعية، هذا العنوان البارز يحوي في مضامينه العديد من الدلالات وعلامات الاستفهام المتعلقة بقضية شعب. كانت الشرعية تحمل لافتة عليا للدفاع والمقاومة من أجل استعادة الدولة، العدالة للقضية اليمنية التي برزت إلى السطح بعد الانقلاب والاجتياح أكثر من أي وقت مضى. أداء الحكومة خلال 2016 والتحولات التي مرت بها تعكس معالم عام من إدارة الأزمة بكافة ملفاتها، ابتداء من الملف الإنساني الإغاثي وخارطة التوزيع ووصول المساعدات إلى المناطق المتضررة والوضع الصحي في المناطق المحررة، إلى الملف الحقوقي على الصعيد المحلي والدولي. الملف السياسي وإدارة المشاورات في محادثات السلام والحفاظ على المرجعيات الثلاث كأساس للتفاوض تندرج ضمن إدارة الأزمة السياسية وما شهدته من تجاذبات ونجاحات وإخفاقات على الصعيد السياسي. الملف العسكري أيضا وما شهدته المواجهات العسكرية من حركة وجمود، لكن في المجمل هنالك تغير في موازين القوة العسكرية على الأرض لمصلحة الشرعية، مع أن مراقبين عسكريين يرجحون على أنه كان بالإمكان أن يحصل أحسن مما كان. مشاهدينا الكرام، الملف الأمني في المناطق المحررة وتثبيت حضور الدولة وإدارة ملف الاقتصاد بعد بيع النفط ونقل البنك وكذلك عودة الحكومة إلى الداخل ورفع قدراتها في إدارة ملفات الأزمة، هذا ما سنتناوله في هذا المساء اليمني المخصص لمناقشة إدارة ملف الأزمة من قبل الحكومة الشرعية خلال العام الفائت وكذلك استعداداتها للعام الحالي. أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذا نفتتح عام جديد أستاذ نبيل بمراجعة عامة لما الذي أنجزته الحكومة في المناطق المحررة على أصعدة الأمن والاقتصاد أيضا والسياسة بشكل عام. دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أزال عام 2016 ستاره على مشهد يختلف كثيرا عن مشهد العام السابق في اليمن، إذ أصبحت المناطق المحررة تشكل نصف محافظات الجمهورية على مساحة جغرافية تشكل أكثر من 70% من التراب الوطني. ينتهي العام في ظل تواجد ملحوظ لقيادة الدولة في المناطق المحررة يتنقلون بين مدنها بشكل ديناميكي واضح بهدف تثبيت حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها. اللي انتقل هو قيادة البنك المركزي. إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة من أجل استعادة الدولة، كان أبرزها عملية نقل البنك المركزي وتفعيل عمله من العاصمة عدن، وعودة الرئاسة والحكومة لممارسة عملهما من الداخل، وفرض الأمن إلى حد كبير في المناطق المحررة. في موازاة تلك الخطوات ما زال هناك العديد من الملفات العالقة، على رأسها ملف الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم. متابعون يقولون إن من أهم أدوات الحرب التي تدور حالياً بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين قيام الحكومة بتقديم نموذج مثالي في العاصمة عدن والمدن المحررة، والذي من شأنه إبراز الفرق الجوهري للمواطن اليمني بين حكم الدولة وحكم الميليشيا. معركة ترسيخ مداميك الدولة وتطبيع الحياة المدنية في المدن المحررة لا تقل أهمية عن معركة التحرير العسكرية التي تدور رحاها اليوم في أكثر من جبهة. الرئيس هادي وحكومته اليوم يجدون أنفسهم أكثر من أي وقت مضى أمام تحد تاريخي في تأسيس ملامح الدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون، وعنوانها الأبرز التقاسم العادل للسلطة والثروة وانتهاء عصر هيمنة العصبة المناطقية أو الحزبية أو المذهبية. عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وناقش هذه الحلقة مع ضيفي الذي أرحب به مرة أخرى الأستاذ نبيل البكيري. أستاذ نبيل، بداية لو تحدثنا عن تقييمك لإدارة الحكومة لملف الأزمة خلال العام الفائت. لا شك أنه هذه انعطافة كبيرة أن ندخل إلى عام جديد وقد تحقق الكثير مما لو نظرنا إلى نفس اللحظة من العام السابق. أنا باعتقادي أنه يعني قياساً ومقارنة باللحظة التي كانت قبل عام من الآن، هناك تحقق الأشياء كثيرة على كل الأصعدة والمستويات، لكن أيضاً في نفس السياق
لو نظرنا إلى حجم التحديات الموجودة حالياً، أنا باعتقادي أنه سنحتاج إلى طاقة كبيرة للإنجاز. هذه الطاقة ربما لا يسعف التوصيف الحالي فيما يتعلق بما يتم إنجازه حالياً من على كل المستويات، على مستويات الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية. هناك تحديات كبيرة وكبيرة جداً لا يمكن حيالها أن نصف أنه أو أن نتباهى أن نتحقق شيء في إطار هذا يعني البطء في إدارة عملية الأزمة، أيضاً عدم الاستفادة من لحظات أو من أجندة كانت مطروحة ولم يتحقق منها. بمعنى آخر أنه يجب أن نقف الآن في هذه اللحظة وننظر ما الذي تحقق خلال عام وما الذي لم يتحقق، وما الذي لم يتحقق أين ممكن أو ما الخلل في عدم تحقيق ذلك. أنا باعتقادي أنه على كل المستويات هناك تحقق بعض الأشياء المهمة والرئيسية التي تعتبر أساسيات أولية للعمل والبناء عليها. ما أبرزها؟ على المستوى العسكري على سبيل المثال هناك تحققت أشياء كثيرة. اليوم أصبح يعني ما يقارب أكثر من 70% من الأرض في إطار سيطرة الشرعية وخاضع على الشرعية بشكل أو بآخر. على المستوى الاقتصادي أنا باعتقادي اليوم أصبحت الكثير من المناطق الإرادية كمأرب وشبوة وحضرموت تابعة لسلطات الحكومة الشرعية في عدن. أيضا مسألة البنك المركزي تحت يعني مسألة نقله ومسألة موافقة المجتمع الدولي على هذا النقل والاعتراف به وإعطائه شفرة رقمية للبنك المركزي في عدن في حد ذاته يعتبر إنجاز. لكن هذا الإنجاز ما لم يتبع الإنجاز الذي يستكمل، بمعنى آخر إنه هذه العملية إذا لم يتحقق منها الغرض المطلوب أنا باعتقادي وجودها وعدمها سواء. إذا دعنا أستاذ نبيل أن نفصل يعني الحديث خطوة خطوة، يعني لو بدأنا بإدارة الملف السياسي وخصوصا في المشاورات خلال العام الفائت، كيف وجدت تلك الإدارة؟ أيضا فعلا يعني نحن بحاجة إلى أن نميز بين شيئا في مسار الأداء الحكومي على مستوى السياسي الخارجي وعلى المستوى الداخلي وإدارة الأزمة في الداخل. على المستوى الخارجي المستوى السياسي أنا باعتقادي أنه يعني رغم الضغوطات الكبيرة والهائلة التي تعرضت لها الحكومة الشرعية سواء من قبل التحالف ومن قبل القوى الدولية، رغم أيضا حالة الريبة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الميليشيات الانقلابية ومحاولة هذا المجتمع الدولي شرعنتها بأي طريقة وبأي وسيلة كان تحت مسمى الحوار السياسي، المشاورات السياسية، الاتفاق، كل هذه المصطلحات التي كان من خلالها يروم بعض الأطراف في المجتمع الدولي أن تشرعن وجود الانقلاب في إطار السلطة الشرعية. الحكومة في هذا السياق يعني ربما كان هناك تقصير، هذا التقصير تمثل في أنها لم تكن صاحبة الفعل، كانت دائما في كل المحطات التي رأيناها كردة فعل. نعم كانت في كل المحطات، وهذه نقولها للتاريخ أنه كانت في كل المحطات هذه الحكومة مجرد ردة فعل، بمعنى أنها لم تكن تبادر على الإطلاق لا على مستوى خطاب سياسي عام ولا على مستوى أيضا مجابهة والرد على المجتمع الدولي ولا على مستوى أيضا إيجاد آلية فاعلة وديناميكية في التعاطي مع الشأن العام والتعاطي مع المجتمع الدولي والتعاطي مع المنظمات الدولية والتعاطي مع التقارير، والتي كانت كلها تهدف إلى إيجاد ثغرة من خلالها إدماج مسألة الميليشيات وتسوية أو النظر إلى الجماعة الإنقلابية كطرف مقابل طرف الشرعية. وبالتالي هذا الإخفاق الذي أنا باعتقادي هو راجع بدرجة رئيسية إلى عدم وجود جزء أو جهاز أكثر كفاءة فيما يتعلق بكادر قادر على إدارة هذه الأزمة. نعم. الكادر القديم الذي أدى هذه المهمة كان يعني يعيش ظروف غير أو مرهون ومأسور للعملية السياسية السابقة لمراحل سابقة، لازال مسكون بصراعات الماضي، لازال مسكون بتوجسات المجتمع الدولي الإقليمي في بعض أطراف الشرعية. نحن كنا أمام حالة نوع من اللافاعلية في جهاز الحكومة فيما يتعلق بأداء المهمة السياسية الدبلوماسية خارجية عالية. صحيح أنا أستطيع أقول أنه يعني وجود مثلا شخصية عبد الملك المخلافي ببعده القومي وبعده الوطني مثل إضافة نوعية، لكن أستطيع القول أيضا أن كادر أو أن فريق عبد الملك المخلافي لم يكن سياسيا على مستوى إدارة هذه الأزمة لن يكن بالطريقة التي كان يجب أن تكون عليها، بمعنى لم يكن
عند تلك المستوى من الأداء والحضور والفعالية في التعاطي مع المجتمع الدولي ومع مختلف القضايا التي مثلت محور ارتكاز في كثير من السياسات الدبلوماسية خلال العام الماضي. طيب أستاذ نبيل، يعني برأيك ما الذي تغير في الأداء السياسي من بيال إلى الكويت إلى خارطة ولد الشيخ؟ المتغير الأبرز والملاحظة الأبرز التي أستطيع أن أقولها دون مواربة هي مسألة أنه تحولت الحكومة الشرعية اليمنية إلى تابع في كل ما تعلق بمسار هذه التسوية أو بمسار هذه المفاوضات أو بمسار هذه المباحثات. بمعنى آخر أنه كانت الحكومة دائما تنتظر أي قرارا سعوديا أو للتحالف العربي أو للجانب الأمريكي أو لتناقش بعد ذلك أو لترد بعد ذلك، وكان في ذلك موقف سلبي جدا، يعني بمعنى أنه لم تكن الحكومة اليمنية هي الحكومة أو هي الطرف المبادر في مخاطبة المجتمع الدولي، في رفع صوتها عاليا فيما يتعلق ب حتى على مستوى احتجاجها على بعض النقاط كانت ربما نعم خضعوا كثيرا، وخاصة مثلا في الاتفاق الأخير الذي تم في الكويت قبيل أشهر من الآن، حيث تم الموافقة على أشياء أيضا لا يمكن أن تمرر إلا في إطار أنه لم يكن هناك إدراك حقيقي لخطورة الأزمة. أستاذ نبيل، يعني تعرف أن هناك ملفات كثيرة أمام الشرعية، أعود إليك للحديث عن الملف السياسي، ولكن نتحدث أيضا عن الملف الصحي والإغاثي مع الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة من الرياض. مساء الخير دكتور عبد الله. أهلا بك معنا دكتور. عام جديد ينتظر اليمنيين، ما هي استعداداتكم لهذا العام خاصة على المستوى الإغاثي والصحي؟ بداية نتمنى أن يكون عاما يعم فيه الأمن والسلام ربوع بلادنا، ونقول بأننا مخطط في إطار الحكومة وفي وزارة الصحة العامة والسكان بشكل أساسي لعدد من المشاريع التي تولي الخدمات الصحية اهتمامها في المطلوب، ونحن بصدد مناقشة خطة لحزمة خدمات صحية أساسية بالشراكة والتنسيق مع الكثير من منظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية إن شاء الله، كما أننا نريد أن يكون عاما تكون فيه رعاية الجرحى، تحقق فيه نقلة نوعية لمعالجة الجرحى والاهتمام بهم وتخفيف آلامهم ومعاناتهم. أيضا لدينا من الإشكالات الوبائية، كما تعلمون في الفترة الأخيرة عانت الكثير من محافظات البلاد من انتشار وتفشي الإسهالات المائية والسائلة الحادة، والتي ثبت أن بعضها كانت مصابة بوباء الكوليرا. وسنولي الصحة البيئية في هذا المجال والوقائية الكثير من الاهتمام لمحاولة الحد من ظهور مثل هذه الأوبئة الفتاكة لا سمح الله، كما أننا نسعى لتأهيل وإعادة تشغيل وتفعيل الكثير من المؤسسات الصحية التي خرجت بعضها أو معظمها عن الخدمة كليا أو جزئيا. كما أن هناك مساعي لرفع وتيرة الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال مزيد من برامج التحصين تمام وحملات التحصين وإعادة الخدمات هذه إلى كثير من المرافق الصحية التي توقفت خلال العامين الماضيين للأسف الشديد أو تأثرت إلى حد كبير تأثيرا سلبيا لمجريات الحرب المشؤومة المفروضة على شعبنا خلال العامين الأخيرين. نعم دكتور، يعني هل تم وضع الاعتبار هل تم وضع الاعتبار للإخفاقات التي صاحبت العام الماضي ومحاولة تلافيها فيما يتعلق بالعديد من المشاكل التي واجهتكم، إدخال المساعدات الطبية وأيضا الإغاثية، مواجهة الكثير من الأمراض التي ظهرت كما تفضلت الكوليرا وحمى الضنك وأيضا المجاعة التي تفشت في كثير من مناطق البلاد؟ بالتأكيد أن ما جرى في العام الماضي أو ما سبقه
في عام 2015 لا شك بأنه سيكون محل اهتمامنا وسنأخذه بنظر الاعتبار لمحاولة تجاوز المعوقات والإخفاقات التي صاحبت الخدمات الصحية في العامين الماضيين. أنت أشرت في نهاية سؤالك إلى مسألة المجاعة، وهذا واحد من أهم المجالات التي سنوليها اهتماما خاصا في العام 2017 إن شاء الله، كون المعاناة الغذائية وانعدام الأمن الغذائي أحد أهم أسباب تفشي الأمراض والإصابة بالأمراض الوبائية الفتاكة، نظرا لتأثير نقص التغذية أو سوء التغذية على جهاز المناعة لدى الإنسان، وبالتالي يصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفتاكة من غيره. ولذلك كل هذه الأمور وهذه القضايا ستكون محل اهتمامنا بإذن الله، وستعمل الحكومة على تخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب التي أدت إلى تردي مستوى الخدمات الصحية على امتداد البلاد. نعم، بحلول 2017 دكتور عبد الله ربما ينتظر الجرحى منكم المزيد من العمل، ما الذي يعني او ما هي الافكار والخطط التي لديكم فيما يخص الجرحى بالذات؟ الحقيقه ان الان يعني بفضل تنفيذ الكثير من المبادرات والمشاريع فيما يتعلق بعلاج الجرحى، وربما سيكون من الجدير ذكر ان ننوه لدور الأشقاء والأصدقاء في تقديم العون لنا في مسألة أو ملف معالجة الجرحى، وهنا لا ننسى دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر الكويتي وغيرها من الدول، كذلك الأشقاء في سلطنة عمان، وكذلك الأصدقاء أو دعيني أقول الأشقاء صادقاً في تركيا، والذين استقبلوا خلال اليومين الماضيين ما يقرب من 156 جريح في إطار عملية دؤوبة ومستمرة. ولا ننسى أيضا أن نتقدم بالشكر للأشقاء في السودان الشقيق على ما قدموه من مساهمات في معالجة الجرحى مع بداية الأحداث، ونأمل أيضا أن تتم عملية. نعم دكتور اسمح لي عند هذه النقطة يعني بالمقاطعة دكتور، خارج البلاد لعلاجها. نعم، هل يعني سيتم التواصل مع الجرحى حتى وإن وصلوا إلى البلدان التي تستضيفهم؟ يعني نحن ناقشنا في خلال العام الماضي أكثر من حلقة في ما يخص الجرحى بالذات، حينما يذهبون إلى بعض المناطق يعني ولا يجدون للأسف متابعة من قبل وزارة الصحة ولا من السفارة في بلادنا في تلك البلدان. هناك بعض الجرحى الذين أخرجوا من المستشفيات لعدم توفر يعني المنحة العلاجية الكاملة لهم، هل سيتم يعني أخذ كل تلك الاحتياطات حتى لا يتكرر ما حدث في العام الماضي؟ بالتأكيد هذا الأمر موضوع في نظر الاعتبار، وسنعمل إن شاء الله على تجاوز هذه الاختلالات أو هذه الاعتبارات في عملية معالجة الجرحى سواء داخل اليمن أو خارجها. كما قلت نحن بصدد دراسة تنفيذ بعض المشاريع التي ستقوم بمعالجة الجرحى في الداخل اليمني، والبحث عن فرص علاج مناسبة وبالقدر المتاح لنا لتعاون الأشقاء والأصدقاء خارج البلاد، ونعمل على تلافي. لا شك بأن هناك بعض المشاكل والاعتبارات التي صاحبت عملية علاج الجرحى في خارج اليمن وداخلها أيضا، لكننا إن شاء الله سنعمل على تلافيها في السنة الجديدة أو العام الجديد، حلنا نتجاوز بعض الصعوبات ونعالج بعض الاختلالات ونحقق ولو الحد الأدنى من الرعاية المفيدة والمناسبة لجرحانا إن شاء الله. نعم، إذا دكتور عبد الله دحان شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ نبيل يعني عودة إليك،
سنعلق على الملف الصحي، ولكن كنا نتحدث قبل الهاتف عن الملف السياسي. قبل أن ننتقل لهذه النقطة، هناك من يطرح دكتور أستاذ نبيل يعني أنه لو كان لدى الحكومة خلية سياسية من باحثين ومفكرين كان ربما بإمكانها أن يسهم من أداء فعالية يعني الأداء السياسي للشرعية. هل تتفق مع هذه النقطة؟ لا شك أنه في البديهيات العادية المطروحة البسيطة في كثير من في العلوم الحديثة، علوم الإدارة تحديدا، تركز على أهمية وجود خلية أزمة، خلية أزمة لمواجهة أي طارئ، أي أزمة. افتراضا على سبيل المثال، لو كانت أزمة فقط أزمة تتعلق بمجاعة أو تتعلق بزلزال أو تتعلق بحريق أو تتعلق بكارثة من الكوارث الطبيعية، فما بالك بأزمة حرب، البلاد كلها تتضرر في هذه الأزمة، المدنيين والعسكريين والأطفال والمرافق يعني نحن في حالة حرب شاملة، وحرب ليست على مستوى حرب إقليمية أو يعني حرب أهلية بسيطة مصغرة داخلية بين شرعية وانقلاب، هي حرب على مستوى إقليمي كبير جدا، في أطراف إقليمية مشاركة في هذه الحرب. وبالتالي يفترض وجود مثل هذه الخلية، خلية إدارة الأزمة، لأنه الانكشاف الذي حصل في حالة إدارة الأزمة في الحالة اليمنية خلال الفترة الماضية هو عدم وجود تناغم، بل بالأساس عدم وجود فريق من أساسه، ليس فقط وجود تناغم، لم يكن هناك فريق عمل واحد، كان هناك مجموعة ولاءات أو مجموعة أشخاص، هؤلاء الأشخاص يعملون كأنهم في جزر منعزلة عن بعض، يعني ليس هناك انسجام وليس هناك رابط رسمي يجمع بينهم، كان كل ما في الأمر هو فعل وردة فعل، دائما الجانب الشرعي أو الحكومة الشرعية كانت دائما في موقع ردة الفعل بما أضعف موقفها على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم أصبح من الضروري بمكان الحديث على أن يعني وهذه أولى الخطوات التي ينبغي أن تتخذ بعد مسألة عودة الحكومة إلى الداخل، من أهم أو هذه المحطات الرئيسية هي ثبات الحكومة في الداخل. الحكومة في الداخل عندما تثبت في الداخل وتبدأ في اشتغال ملفات الداخلية، هذا يتطلب بداية وجود خلية أزمة. خلية الأزمة عبارة عن متخصصين في الإدارة، في السياسة، في الجانب الإغاثي، في الجانب الطبي، في الجانب العسكري، وكل فريق من هذه الفرق تناقش الملف أو تسلم الملف الذي المعني به، وبالتالي يكون هناك ما يشبه في الأخير مخرج نهائي. هذا المخرج يمر على خلية الأزمة هذه لمعالجة الكثير من القضايا في الشأن الأمني والسياسي والعسكري، بدل أن تظل الأمور ننتظر ما سيحدث. والأمانة نقولها هنا إنه الفريق الإنقلابي أو الجانب الإنقلابي كان أكثر مبادرة وإرباكا للمشهد السياسي من الجانب الشرعي، رغم أنهم يعني في حالة عزلة دولية وفي حالة يعني لا توجد عندهم تلك الكوادر التي لدى الجانب الشرعي باعتبار يعني الكفاءات والكوادر التي عارضت الانقلاب والتي وقفت بقوة ضد هذا الانقلاب، بينما العكس هو الذي حصل تماما، كان الانقلابيون أكثر فعالية من الجانب الحكومي. بالتالي نحن اليوم مطالبين والحكومة الشرعية استمرارها في الداخل اليمني تشكيل خلية أزمة من المختصين والخبراء والكوادر التي قادرة على إدارة هذه المرحلة بعيدا عن المحاصصة وبعيدا عن يعني الترضيات التي كانت تمثل يعني بمثابة حاجز كبير أمام الكوادر الكفؤة التي قادرة على إدارة الأزمات في هذه المرحلة. نعم، إذن أستاذ نبيل أنت السادة المشاهدين اسمحوا لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم العودة لكم. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ نبيل. استاذ نبيل، كان معنا الدكتور عبد الله الدحان وتحدث عن الملف الصحي والاغاثي، كيف تعلق او كيف تنظر لاداء الحكومه في هذا الجانب خلال العام المنصرم؟ ربما ساقول كلمه موجعه تزعل الاخوه في القطاع الصحي، انا باعتقادي انه افشل ملف على الاطلاق في اداء الحكومه هو الملف الصحي. الملف الصحي، لانني كنت قريب من كثير من الاخوه الذين اشتغلوا على هذا الملف، فكانوا يشكون لي من بديهيات تافهة وبسيطة تعرق العمل الكبير وجبار مثل مسألة إنقاذ الجرحى والمصابين في أرض المعركة. يعني نحن أمام حالة أفشل ملف بكل ما تعني الكلمة، معنى لا توجد. وبالأساس أيضا الفشل الكبير هو ناتج لعدم وجود يعني وزير من صلب هذه الثورة يحمل هم هذه الثورة ويؤمن بقيمها وأهدافها، لكن للأسف إنه المكان في هذه الوزارة المكان يعني لا أدري، نعم الوزير لا يتفاعل مع هذا الملف. ولي تجربة شخصية فيما يتعلق بملف الجرحى بمعية أحد الزملاء الناشطين في هذا المجال، إنه اصطدمنا إنه هناك عراقيل تافهة وسخيفة سيضحك الجميع حينما أذكرها، يعني لا نريد أن ننزل إلى هذا المستوى في الحديث. لكن هذا الملف انا باعتقادي انه النقله النوعيه التي حصلت مثلا في ملف تعز، وايضا يعود هذا الفضل بدرجه كبيره الى بعض الاخوه هنا اليمنيين الموجودين الذين اشتغلوا على هذا الملف بمعيه المحافظ علي المعمري ايضا، فايضا هي بادره خير، لانه الكثير هذا الملف اعتراه الكثير من الخلل والكثير من الفوضى على المستوى حتى الذين ليس فقط الذين بقوا في الداخل وانما ايضا الذين خرجوا الى الهند والسودان تعرضوا لقضايا مريرة ومتعبة. باعتقادي أنه من المعيب جدا أن يحصل لهؤلاء الجرحى الذين قدموا أرواحهم ودماءهم زكية من أجل هذا الوطن، وبالتالي يهملوا في الخارج حين يبعثون ويهملون أيضا في هذه أنا باعتقادي أنه سيكون لو لم يوجد لهذا الملف فقط كإدانة للحكومة الشرعية وإدانة لإدارة الأزمة خلال العام الماضي لكفى به هاضما ويعني عبرة للحكومة لأن تعيد رسم استراتيجيتها وتفادي هذه الأخطاء الكارثية والمعيبة من الجانب الإنساني فضلا عن الجانب السياسي والجانب الدستوري والقانوني. نعم، إذا ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أختي آسيا، يا مرحبا. أهلا بك أستاذ محمد. نناقش إدارة ملف الأزمة من قبل الشرعية، برأيك أستاذ محمد يعني في مقدمة أيضا حضور الدولة في المناطق المحررة، ما الذي تغير بعد عودة الحكومة إلى الداخل؟ شكرا لك يا أختي العزيزة ولكل طاقم قناة بلقيس على إتاحة هذه الفرصة. في الحقيقة حينما عادت الحكومة بدءا من شهر رمضان أو قبيل في اليوم الأول من شهر رمضان كان الوضع صعب للغاية. طبعا منطقة العاصمة عدن كانت منكوبة بعد حرب بربرية شن عليها الانقلابيون، والأمر الثاني أن المشتقات والكهرباء كانت تقطعات تصل إلى 20 ساعة تقريبا يوميا، والسيارات متكدسة، تقريبا أكثر من 80% من السيارات متوقفة لعدم توافر المشتقات النفطية. جاءت الحكومة ولا تملك أي موازنة بسبب ما اصطلح عليه فكرة الهدنة الاقتصادية المشؤومة التي جعلت المحفظة المالية للحكومة في يد الانقلابيين. لكن استطاعت الحكومة وبجهود متابرة من قبل دولة رئيس الوزراء وباقي الوزراء وباقي مؤسسة الرئاسة على العمل على الأرض وتثبيت وجود مؤسسات الدولة، وعملت على تحسين أداء الخدمات بحسب الإمكانات المتاحة. نعم أستاذ محمد، يعني هناك من يقول أن 2016 ربما كان هو عام المقاومة، و2016 يأملون أن يكون عام حضور الدولة بشكل كامل وأيضا استكمال عملية التحرير. هل لدى الحكومة رؤية لرفع فعاليتها في هذه المناطق المحررة لتكسب ثقة الشعب؟ في الحقيقة أن بكل تأكيد كان وضع الحكومة وأدائها في الفترة الماضية ضعيفة للغاية بسبب ما سبق أن أشرت إليه، لكن مع فكرة نقل البنك المركزي وهذه كانت أحد الحروب الكبيرة التي خاضتها الحكومة
لإقناع العالم وإقناع الأشقاء والإقليم وكافة المؤسسات الدولية على أهمية نقل هذا المؤسسة السيادية إلى أيدي أمينة بعيدة عن عبث الانقلابيين الذين تقريبا استهلكوا كافة المدخرات التي قام بها الشعب اليمني منذ أكثر من 20 إلى 30 سنة، وكانت بالتالي معركة نقل البنك المركزي معركة مهمة للغاية. المعركة الثانية التي خاضتها الحكومة في تقديري حصل نجاح كبير فيها مسألة إعادة تنشيط بيع النفط، وحصل الحمد لله إقناع للشركات الدولية وتم رفض الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة من خلال بيع كميات معينة من النفط، والحمد لله استطاعت الحكومة أن تتنفس. نعلم أن الحكومة كانت تعمل وحتى الآن لا زالت بدون أي موازنة، لكن وجود بعض الأموال جعلها تتحرك وجعلها تعمل على الأرض بشكل أحسن وأقوى. المعركة الثالثة التي خاضتها الحكومة مسألة الرواتب ومرتبات الجند والجيش والأمن. هناك أكثر من 16 مليارا الآن يتم ضخها على كافة الجغرافيا اليمنية، وهذا في اعتقادي سيكون مؤشر كبير جدا أعاد الثقة من جديد بالحكومة اليمنية الشرعية، وإن شاء الله سيكون عام 2017 وعام تحقيق الإنجازات وتحقيق بناء المؤسسات على أسس صحيحة متجاوزين كل العقبات وكل الإخفاقات السابقة. نعم أستاذ محمد، لو تحدثنا عن الملف الحقوقي والإنساني، ما الذي تقدم فيه على مستوى المحافل الدولية في العام الماضي؟ في الحقيقة الملف الحقوقي ملف كبير للغاية. نعلم أن المؤسسات والمنظمات الدولية لا زالت حتى الآن تعمل من صنعاء وتحكم كثير من تقاريرها ظلال الانقلاب بدون أدنى شك، لكن دعوتنا للمنظمات الدولية للعمل من الأرض وكشفنا لهذه الملابسات والتقارير التي رصدتها وزارة حقوق الإنسان وكافة المنظمات المحلية العاملة على الأرض استطاعت أن توصل صوت الجرحى وأنين التكالى والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق، سواء كان في تعز أو الضالع أو أبين أو مأرب أو تعز حاليا. يعني نعلم أن هناك أحياء كاملة في تعز تم تدميرها عن بكرة أبيها، نعلم أن هناك عشرات من الآلاف موجودين في سجون الانقلابيين، حوالي أكثر من 10,000 معتقل تم، حاليا موجودين أكثر من 5,000 حتى هذه اللحظة، آلاف من القتلى تم قتلهم بدم بارد. تم توثيق كل هذه الانتهاكات وستعمل الحكومة على نشر كل هذه الوثائق وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم إن شاء الله في كافة المحافل الدولية والمحاكم المحلية والدولية إن شاء الله. نعم، إذن أخيرا أستاذ محمد، التكامل بين مؤسسات الدولة والمقاومة برأيك كيف يمكن أن يخلق مزاجا شعبيا موحدا لاستعادة الدولة؟ الحقيقة لا بديل على الشعب اليمني، وقد رأى من نتائج عملية الانقلاب وسيطرة ميليشيات لا تؤمن بالدستور ولا بالقانون ولم ينتخبها الشعب، سيطرتهم على مؤسسات الدولة ساموهم سوء العذاب، تم طرد كثير من الموظفين، تم استقطاع رواتب الموظفين في كافة المؤسسات، الجرائم، تجارة النفط التي حصلت، السوق السوداء التي صنعوها، التضخم في التجارة غير المشروعة وغسيل الأموال، كل هذه جعلت الشعب اليمني يرى عيانا ما يمكن أن يحصل في غياب مؤسسات الدولة، وبالتالي لا بديل، أصبح يقين لدى كافة شرائح المجتمع أنه لا بديل عن بناء مؤسسات شرعية للدولة تستطيع أن تخدم المواطن أيا كان لونه أو جنسه أو عنصره أو منطقته، وهذا ما تسعى الحكومة إلى تثبيته في كافة المناطق المحررة، وسنعمل كحكومة حتى في المناطق غير المحررة على إيصال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعملنا في السابق، وحتى المرتبات المدنية والعسكرية والأمنية سيتم إيصالها إلى كافة المحافظات إن شاء الله. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل، لو تحدثنا عن الملف الحقوقي أستاذ نبيل، كيف تقيم
أداء الحكومة الشرعية له في العام الماضي؟ الملف الحقوقي أيضا كما قال الأخ نائب الوزير أنه ملف كبير فعلا، وفي كثير من المناطق يعني الغير مشتغل فيها أو الغير مخوض فيها حتى الآن من قبل كثير من الأطراف وعلى رأسها الحكومة. الحكومة أنا باعتقادي في الجانب الحقوقي لم تقدم شيء الكثير، بل إنها عجزت بشكل كبير في التواصل مع كثير من المنظمات الفاعلة والمؤثرة في هذا المجال، بل إنه يعني هذا الملف أيضا من الملف التي حولها الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في إطار ما يسمى بالشرعية الدستورية والإقليم والدولية فيما يتعلق بالحكومة المعترف بها شرعيا، وهي التي إلى هذه اللحظة لا زالت المنظمات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان لا تزال تشتغل من العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة الانقلاب وتتعاطى مع الانقلابيين، بل ورصدت هناك رسائل تواصل بين هذه المنظمات وسلطة الانقلابيين كسلطة أمر واقع، والتعامل معها كأنها سلطة رسمية وهي سلطة انقلابية، كما رصد أحد الرسائل بين الممثل الأمم المتحدة المقيم في اليمن وأحد الوزراء الانقلابيين أو أحد القائمين بالأعمال أو المشرفين المراقبين في وزارة الخارجية اليمنية. وبالتالي أيضا الكثير من المنظمات كما ذكرنا أنها تواطأت بشكل كبير أو أنها خضعت لسلطة الأمر الواقع في صنعاء ولم يتسنى لها أن تنقل أعمالها إلى عدن، أو أيضا أنها لم تجد الجانب الحكومي الشرعي الذي تتعامل معه، مما يعطي الكثير من علامات الاستفهام حول هذا البطء أو هذا الفشل في الملف الحقوقي الذي يعتبر أنه من أهم الملفات، أو أنه توجد هناك يعني فريق كان له صاحب خبرة فيما يتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية برئاسة وزير حقوق الإنسان السابق. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الملف الحقوقي فشلت الحكومة أيضا فشلا كبيرا فيه، لولا بعض تلك الجهود البسيطة التي قام بها بعض الناشطون اليمنيون الذين يعيشون في المنافي والشتات، وبجهود بسيطة ولكنها لا ترقى إلى مستوى الكارثة الموجودة في اليمن. هناك عشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسريا، وهناك عشرات الصحفيين، وهناك عشرات الناشطين السياسيين أيضا المختطفين والمغيبين قسرا. وبالتالي هذا الملف سيبقى ملف كبير وشائك وسيحتاج المزيد من العمل خلال المرحلة القادمة، وأنا باعتقادي أن الحكومة كلها بحاجة إلى ورقة أولويات أو إلى جندة أولويات عاجلة وملحة في هذه المرحلة تتعلق بالملف السياسي، في الملف العسكري، في الملف الحقوقي والإنساني. نعم، إذا لو انتقلنا للحديث عن الملف العسكري ولو على عجالة، يعني بين الملف العسكري والملف السياسي دائما ما يبرز الحل السياسي، ويعني حديث عن هل الحل سيكون سياسيا أم عسكريا. كلما تقدمت المقاومة والجيش الوطني نجد أن المجتمع الدولي يطرح دائما الحل السياسي ويتحدث عن حلول سياسية. كيف يمكن للحكومة أن تفصل بين هذا التداخل؟ يعني نحن لاحظنا أن الانقلابيين مثلا في حتى فترات الهدنة في فترات المشاورات تستمر تقدمهم ويستمر قصفهم ويستمر، وكأن الأمرين منفصلين تماما. هي طبيعة العمل السياسي هو هذا الاشتغال، إنه في العمل السياسي ما فيش اشتغال بحسن النوايا، في اشتغال بسوء النوايا، هذه طبيعة العمل السياسي. شئنا ما بين هذا التوصيف الدقيق لمسألة الاشتغال السياسي، وبالتالي المسار السياسي يبقى مسارا سياسيا تتعاطى من خلاله مع المجتمع الدولي، مع المنظمات، مع الأشقاء، مع كل العالم، تتعاطى أنت كطرف سياسي شرعي معترف بك. بينما المجال العسكري هو مجال خاضع لظروف اللحظة العسكرية واحتياجاتك، ومعركتك الحقيقية هي معركة الميدان. المعركة السياسية هي معركة يعني مهمة ورئيسية، لكن ليست بذات أهمية المعركة العسكرية، لأنه حدودك السياسية أو أهدافك السياسية تصل إلى أقصى مدى ما تصل إليه قذيفة مدفعك ورشاشك. وبالتالي يجب أن تستمر الأعمال العسكرية، لكن هذه الأعمال العسكرية أيضا دعني نعرق بعقالة على مسألة أنه المقاومة الشعبية كان لها دور كبير وغطت كثير من العجز والفجوة والفشل الذي عانت منه الحكومة الشرعية. يعني الحكومة المقاومة الشعبية في تعز قدمت الكثير مثلا على سبيل المثال، وأيضا حتى في مأرب يعني الحكومة المقاومة الشعبية قدمت الكثير من التضحيات والجهود الجبارة الكبيرة التي غطت العجز والفشل الذي وقعت به الحكومة الشرعية. وبالتالي نحن الآن
أمام سلطة حقيقية موجودة على الأرض. هذه السلطة الآن لم يعد لديها أي مبرر ولا أي مهرب لأن تتنصل عن أداء واجباتها الدستورية والقانونية والشرعية والوطنية والأخلاقية. الآن هناك مصادر دخل موجودة الآن، النفط والغاز يضخ إلى خزينة الدولة الشرعية في عدن، وبالتالي أيضا حتى الأشقاء والأصدقاء في التحالف العربي يعني ما قصروا في هذا الجانب بقدر ما قصرت الحكومة في أن تضع لها خارطة أولويات عاقلة لمناقشة أو لملاقة هذه ومواجهة هذه التحديات الكبيرة. وبالتالي أنا باعتقادي أنه مسار العملية العسكرية اليوم، ميزان المعادلة العسكرية هو لصالح القوات الشرعية. أيضا هناك اشتغال كبير جدا يحسب للحكومة فيما يتعلق بضم كل أفراد المقاومة في إطار الجيش الوطني، وهذه كان من أهم الأوراق التي يجب الاشتغال عليها. الآن أهم الإشكاليات أيضا مسألة استيعاب هذا العدد الكبير من المقاتلين وإعطائهم مستحقاتهم المالية، أيضا فضلا عن الترتيب لمعركة الساحل ومعركة تعز، هي المعركة الفاصلة التي على ضوئها سيتمخض مصير اليمن كله. نعم، إذا هل كان برأيك على الحكومة أن تتحدث عن يعني عفوا الحديث عن حل سياسي في ظل انقلاب سيطر على الدولة بطريقة عسكرية، هل الحديث عن هذا الحل السياسي دبلوماسية أم يعد خطأ استراتيجي من قبل الحكومة؟ هو في مجال التعامل والتعاطي في العلاقات الدولية أنت مجبر أن تتعاطى مع المجتمع الدولي لأنك جزء من هذا المجتمع الدولي، وبالتالي لا يمكن أن يعني أن تطنش باللغة الرسمية التقليدية حقنا يعني المجتمع الدولي كله وتذهب وحيدا في تقرير مصيرك، لكن يجب أن تتعاطى مع هذا المجتمع الدولي كلهم باسمه وصفته. لكن الأهم والأخطر هنا أنه المجتمع الدولي يحترم القوي، هذه نعم. قاعدة مهمة في العلاقات الدولية. وهذا ما لاحظنا يعني خلال نعم كلما كنت قوي على الأرض كلما انحنى لك الكبار وتعاطوا معك كطرف فاعل يجب الركون والاعتماد عليه. نعم. وبالتالي هذا الملف أو هذه النقطة بحد ذاتها تعتبر نقطة جوهرية في مسألة كيف يتعاطى المجتمع الدولي معك حينما تكون قويا وتعرف ماذا تريد وفي الزمن والتحديد والتوقيت المناسب، حينها يتعامل المجتمع الدولي معك ويمضي معك حتى تحقق كامل أهدافك بغض النظر عن كل الجيتوهات التي يضعها المجتمع الدولي بين حين وآخر. نعم. أستاذ نبيل، أخيرا ونحن على عتبات عام 2017، كيف يمكن للحكومة الشرعية أن ترفع من فاعليتها في إدارة ملفات الأزمة على كافة الأصعدة من وجهة نظرك؟ ثلاث خطوات رئيسية: البقاء في الداخل مهما كانت الظروف، هذه أول وأهم خطوة. الخطوة الثانية خلية الأزمة. الخطوة الثالثة قائمة الأولويات، قائمة الأولويات اللحظية المهمة والاستراتيجية. هذه الثلاثة الملفات الاشتغال عليها أو الصمود عليها هو بمثابة بداية الانتصار. غير ذلك أنا باعتقادي أنه ستظل الأمر نراوح في نفس المكان، مما يتيح للمجتمع الدولي ويتيح للانقلاب نعم فرصة التسلل. أستاذ نبيل، يعني نحن ربما على أعتاب يعني سنة ثالثة في الحرب، ومع ذلك يعني هل تتوقع أن هذه الرؤية التي لخصتها في ثلاث نقاط ستكون يعني عند الحكومة الشرعية، أم أن العام سيجر أخاه كما أو سيجر أخي كما حدث في العام السابق؟ الزمان أو الوقت ليس في صالح أحد، نحن الآن ندلف العام الثاني الثالث يعني العام الثالث اللي في من الحرب. أنا باعتقادي أنه المجتمع الدولي حتى الأشقاء في التحالف العربي سينفذ صبرهم قريبا، وبالتالي لن يظلوا أو حتى أيضا يعني رياح التغيير التي تعتري المشهد الدولي والإقليمي ليست في صالحنا. هناك إدارة جمهورية قادمة في الولايات المتحدة الأمريكية بأجندات مختلفة واستراتيجيات جديدة، أيضا الروس أيضا أصبحوا لهم صوت في المنطقة وهم حلفاء إلى حد كبير مع المشروع الإيراني إلى حد ما، وبالتالي كل هذه ليست في صالحنا. بمعنى آخر أنه يجب أن نستغل هذه التحولة أو هذه الإطلالة الجديدة لهذا العام الجديد بقائمة أولويات واستراتيجية واضحة. هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاث نقاط: البقاء الحكومة في الداخل وعودة كل الحكومة. الآن الموجودين في الداخل لا يمثلون تقريبا 20% من الحكومة، يعني من الوزراء ونوابهم والمدراء، يعني هناك جالية كبيرة تدير الحكومة من المنفى، وهذه كارثة خطيرة خطيرة جدا يستفيد أو يستفيد منها الانقلابيون كثيرا. وبالتالي هذه الأجندة مع خلية أزمة، خلية الأزمة من كل المختصين والخبراء الذين أثبتوا رؤية ثاقبة في الأحداث في اليمن خلال السنتين الماضيتين،
بعد ذلك مسألة الخارطة الأولويات والمهام العاجلة، هذه أنا باعتقادي هي أشياء إجمالية، لكن في تفاصيل تغوص فيها كثير من النقاط، كثير من التفاصيل التي من خلالها ممكن وضع استراتيجية واضحة لأن يكون هذا العام هو عام التحرر وإسقاط الانقلاب بكل ما تعني الكلمة. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل لوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في المساء اليمن لهذا اليوم. أشكر لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.